جديدة بفقرتنا الأخيرة من ساعتنا الثانية لليوم. مثل ما عودناكم في عنا أكيد ضيف رئيسي وأساسي بهي الفقرة. فقرتنا وضيفها لليوم هو شاب سوري وهاوي سحرته الأماكن الجميلة الأثرية في تركيا ودفعه شغفه المستمر للاستكشاف والتعرف على تاريخ كل مكان وزاوية في تركيا عامة واسطنبول خاصة. إذن نحن نتحدث عن مشروع رحالة عربي شاب وصانع محتوى مفيد ويفيد أيضا كل من هو بحاجة لكي يزيد معلوماته ويزيد معرفته عن أبرز مناطق تركيا الهامة سياحيا وأيضا تاريخيا. ضيفنا اليوم في الاستوديو الأستاذ محمد الحايك مشروع رحالة عربي فريد. تحياتي لك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية ويبارك فيك يا رب. أستاذ محمد، يعني هذا الشغف الجميل لابد أن يسبق، تعرف من هو محمد؟ محمد الحايك شاب من سوريا متخرج بقسم اللغة العربية بجامعة دمشق، أيضا معي دبلوم تأهيل تربوي من جامعة دمشق كلية التربية. عم أعمل هون ماجستير إدارة أعمال بجامعة الطباش، ومجال عملي بشكل عام هو صناعة المحتوى المقروء وأيضا المحتوى المرئي المقروء. عندي تجارب بكتابة المقالات مع موسوعة إلكترونية عربية، وبالنسبة للمحتوى المرئي أيضا كمان في عندي تجارب مع منصة على الفيسبوك، منصة كنت أقدم فيها برنامج عن الشخصيات التاريخية. جميل. حلو. والمشروع الأساسي هو الشغل على موضوع الرحلة اللي هو إن شاء الله هيك موجود هلأ حاليا وعم يكمل للمستقبل إن شاء الله. هو بصراحة هاد لب حديثنا فعلا. يعني أستاذ محمد، لو نعرف منك شو هي هي الهواية شغفك لهذا المشروع، مشروع رحالة حسب ما بتحب توصف نفسك، نحكي طبعا عنه أكثر ونعرف المشاهدين. طيب هلأ يعني بالبداية هو حب السفر موجود عند كثير عالم. أكيد أنا مثلي مثل كل الناس بحب سافر، بحب أطلع شوف أماكن كثير متنوعة بالدول أو حتى بالمكان اللي أنا موجود فيه. نعم. الفرق هو بنوعية الأماكن اللي عم نحاول نزورها. الحقيقة يعني التخصص الأساسي هو مو بس كمان أماكن أثرية، إحنا زرنا مساجد، زرنا مكاتب. الفكرة الأساسية هي بنوعية المكان إحنا حابين نزور بهي التجربة. المكاتب العامة، المكاتب اللي سواء هي التاريخية اللي نربطها شوي بالتاريخ وثقافة المجتمعات والحضارة اللي انبثقت فيها منها أساسا من المكتبات، زائد زيارة الجامعات كمان تاريخية أو جامعات حديثة، بالإضافة لمراكز الأبحاث، زيارة مراكز الأبحاث اللي موجودة بكثير دول واللي هي هلأ يعني منتشرة وعم تقدم فعلا تجارب علمية أو حتى على المستوى العلوم الإنسانية. جميل. طيب محمد اليوم كم؟ 2/3 صح؟ 2 يوم 2/3 2011. آخر رحلة عملتها كم؟ هلأ آخر رحلة كانت بنهاية الصيف الماضي لأنه المشروع شوي يعني هلأ عم يتجهز بطريقة جميل إضافية وبطريقة مشغولة يعني متطورة أكثر خلينا نقول. جميل. شو كانت وين كانت آخر رحلة؟ آخر رحلة كانت بمسجد تخيل جامع السلطان سليم. طيب الأول. شو جديد؟ جميل. جديد أنا رحت على جامع السلطان سليم وأنت رحت على جامع السلطان سليم، ماذا ترى عينك غير ما أرى أنا بنظرة الإنسان الشغوف؟ هلأ الكلام عن تاريخ هذا المسجد ممكن هو الأساس. مو بس لحنا عم نشوف الحجار اللي موجودة، هي بالنهاية هي بالنهاية حجار موجودة كذا، بس هي الحجار قديش فيها تاريخ، قديش حملت، قديش فيها أشخاص مرقوا على هي الحجار، قعدوا شافوا تعلموا وعلموا بنفس الوقت. بمسجد الجامع السلطان سليم في مكتبة، في مكتبة موجودة بقلب الجامع، مكتبة فيها كنوز من الثروات المعرفية مثل كتير مكتبات موجودة أيضا بمساجد موجودة بإسطنبول هون. فهي المكان، هذا المكان إذا منشوفه لحنا أو منروح عليه ومنفرج الناس عليه، وفي مكتبات كمان موجودة بمساجد تانية فيها مخطوطات، فيها ترث حضاري كتير كبير موجود. ما شاء الله. جميل جميل جدا، وكأنه تركيزك هو على الجانب المعرفي الثقافي للأماكن التي تذهب إليها. تماما بالضبط. جميل. طيب هلأ إذا بدنا نحكي أهمية هذا المشروع، مشروعك أستاذ محمد بشكل عام، كتار من الأشخاص ببلشوا أي محتوى صناعة يعني أو محتوى بدهم يصنعوه هنن، بيكون هدفهم أنهم جني العدد من اللايكات وممكن لاحقا الدولارات. أستاذ محمد هو شو عم يفكر بهذا المشروع؟ طيب هو هذا سؤال كثير حلو، يعني شكرا لك لأنك طرحتي. أكيد بالنهاية موضوع اللايكات هو صاير بحد ذاته هو الغاية،
بحد ذاته هو الهدف الأساسي لبعض الأشخاص. هو شيء منيح، هو شيء صح، شيء بيدعم المشاريع هاي، بيدعم الفكرة اللي عم نشتغل عليها نحن. أكيد موضوع اللايكات أو الإعجابات أو حتى الدولارات، الدعم المادي يعني فعليا، بس مو لدرجة أنه أنا يعني كون عم أقدم أي شيء، كون عم أحكي أي حكي عم يطلع معي بس لمجرد أني أنا أحصد عدد لايكات. فلا، المشروع بتخيل هو أكبر من هيك، أو خليني أستخدم عبارة أوعى من هيك. لا، القصة يعني فيها شوية وعي أنه إحنا مو بس بدنا نجيب لايكات اللي هي نعرف أهميتها بدعم هذا المشروع، ولكن لا، إحنا بدنا نوصل لمرحلة نكون عم نقدم فيها حالة ثقافية معينة، نوصل فيها لنفرجي العالم أماكن عم يطلع منها، يعني طلع منها سابقا كمكتبات وكجامعات قديمة، طلع منها علوم، طلع منها شيء أساسي ساهم بتطور الحضاري اللي احنا عم نشوفه. نعم، هلأ نخبة من العلماء والمثقفين. نعم. كمان مراكز الأبحاث اللي هي هلأ منتشرة وهي موجودة، وأساسا يعني حتى تقدم الأمم هلأ والدول عم يقاس به قديش مراكز الأبحاث الموجودة بهي الدولة، قديش عدد الجامعات، مستوى التعليم، عدد الاختراعات إلى آخره. فنروح لحنا لهذا الجانب، نروح لهي المكان اللي عم يصنع هي الاختراعات، اللي عم يصنع هي، سواء مثل ما قلت لك على الأمور العلمية أو حتى على العلوم الإنسانية. جميل. طيب شوف أستاذ محمد، يعني معظم الناس لما بتحب تتابع واحد يعشق السفر ويكتشف ما بين السطور، يعني يزيد من شغفه شوية المغامرة هيك، عنصر تشويق والمغامرة، أو بدي تابع كذا. أنت عم تروح على الجانب الثقافي المعرفي. طب ما هي الأدوات اللي عم تستخدمها أنت بين إيديك لتحقق عنصر التشويق والمغامرة لكل من يتابعك ويحقق الغاية اللي عم تمشي من نزلة؟ تماما، كمان هذا الكلام كتير مهم، اللي هو التشويق اللي أغلبه عم يروح هلأ باتجاه بجوز ترفيه في مغامرة، مثل ما قلت أنت، رحلة لجزيرة نائية، رحلة لمكان بعيد شوي، تمام، على الغابات، على الكذا. هلأ يعني الشيء أو الأدوات هي الفكرة بحد ذاتها، هي فكرة أنك أنت تروح على هذا المكان التاريخي وتشوف تطوره. يعني اليوم مثلا في مراكز أبحاث بهون بإسطنبول، بدأت هي كقصور، تمام، كانت موجودة لخلفاء أو حكام أو سلاطين، لاحقا تم تطويرها، صارت مركز أبحاث. فهي المرحلة التاريخية لما بنكون عم نحكي عنها، هاي بحد ذاتها مغامرة أنا بشوفها فعلا. كيف تطور هذا المكان، كيف انتقل، كيف أيضا كمان حتى المراكز الأبحاث بجوز الجديدة اليوم في مراكز أبحاث مثلا للبيئة، يعني طلعنا نحن ما شاء الله وصلنا يعني لمراحل انه نطلع لغير دول، غير الأماكن، نزور مراكز أبحاث عالمية. في مركز أبحاث بيكون له علاقة مثلا بالبيئة، هو نفسه البناء بيكون صديق للبيئة. تصوير هذا البناء، كيف تم تأسيسه، كيف تم انشغل عليه، كل هاي الفكرة هي بحد ذاتها مغامرة، اللي هيكون لازم يكون فيها جانب من الترفيه والتشويق. جميل. وأيضا جميل. فيها جانب علمي. جميل. جانب عم يتناول شيء له علاقة بالثقافة والعلم. جميل جدا، رائع. طيب أستاذ محمد، صراحة نكون شفافين وأكيد صريحين وواضحين معك، مجال الانفلونسر، اليوتيوبرز أو المؤثرين اللي هلأ نحن بين قوسين أحيانا بنقول إنهم دول صناع محتوى، شو اللي بيميز مشروع الأستاذ محمد عن غيره من المشاريع اللي أصلا هي مثل ما ذكرنا عم تصب بنفس التخصص؟ يعني ممكن بجوز عم تتناول ما كتير الجوانب التاريخية أو الأثرية، ممكن عم تتناول مثلا أسواق، مثلا شوارع، هن بنفس السياق وهو التعريف يعني إطلاع الأشخاص اللي عم يتابعوا عن هذا المضمون. أنت شو اللي بيميزك؟ هلا على فكرة التعريف وفكرة الإطلاع الأشخاص، أنا بدي أرجع شوي بك بالتاريخ، أنه هي فن الرحلة بالنهاية فن قديم. حلو. حدا تميز فيه سابقا وحدا كمان ما تميز فيه. في رحلات عرفناها إحنا، رحلة ابن بطوطة، رحلة العبدري بالأدب الأندلسي، هاي رحلات أثرت بالأوساط الثقافية سابقا، كانت وسيلة النقل أو التعريف من خلالها هي الكتابة، بس يكتب كتاب، صحيح. أنا رحت وإجيت وعملت وساويت. اليوم الوسيلة مختلفة شوي، هو بحد ذاته هذا التميز عن فكرة الرحلات، مو هو كل التميز أكيد، ولكن هو فكرة أنه نحن عم نصورها اليوم، هي عم تنتقل للناس بطريقة صوت وصورة بالضبط، عم نشوف، عم نسمع، عم نعيش الجو كأنه موجودين نحن بهذا المكان. هذا عامل تميز، زائد العامل التميز اللي حكيت عنه سابقا، اللي هو أغلب الناس اللي هلأ عم تعمل رحلات هي ترفيه تقريبا بنسبة 100%. فخلط هذا الموضوع ترفيهي بنسبة 50% بجوز بالمية مع
نسبة 50 إلى علاقة بالثقافة. اليوم ممكن الموضة هي أنه رحت على هي الجزيرة وشلون مثلا رحت عليها بدون ما أصرف مبلغ أو صرفت مبلغ معين. في موضة كمان تحدي الأكل اللي هو عم يكون أنه أنا بدي أروح على هاي المدينة وبدي أكل بعشر دولارات مثلا بأكل كل الأكلات اللي موجودة بهاي المدينة. حلو يعني شغل عم يطلع بصراحة جذاب جدا ظريف جدا وعم يطلع كمان عم يجيب يعني تفاعلات كتير حلوة. إيه بس يعني بنفس الوقت احنا حبينا هيك نطلع شوي من هذا السياق بالضبط. إيه تقريبا في فريق طيب بالضبط. أستاذ محمد يعني أنت فقط تركز على الأمور التاريخية فقط يعني ما في مثلا أتخيل هكذا داني أتخيل ذهبت إلى مسجد التقسيم الذي أثير ضجة حواليه والذي سيتم افتتاحه مثلا في أول شهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن وراء هذا المسجد قصة ضخمة من حيث الطريقة التي أنشئ فيها الخلافات الطراز موقع تقسيم بذاته. هل في بال أستاذ محمد أيضا أن يتناول هذه الجوانب ليجري مقابلات كيف نشأ هذا رغم أنه ليس قديم لكن رمزية المكان وخلفيته السياسية الخلفية الجدالات النقاشات هل في بالك هكذا أمور أستاذ محمد؟ طبعا موجود هذا الحكي إن شاء الله وفي من خلال المشروع هو مو بس زيارة الأماكن مثل ما قلت أنت طرحت على فكرة زيارة الأشخاص والحديث مع أشخاص عندهم المعلومات اسألوا من كان بها خبيرة يعني بيعرف هذا المكان وتاريخه ومن أمتى بلش وشو الأمور السياسية مثل ما طرحت أنت اللي هي اقترنت فيه أو كانت تجاذبات سياسية خلقت هذا المكان أو كذا. أكيد هذا الحكي موجود كمان خلال هاي الرحلة في تطلع أنه نحن نزور فعلا أشخاص سياسيين أو حتى مؤثرين نجوم فن شو أثر فيهم القراءة الكتابة يعني لهم أشخاص سياسيين مثلا حتى في أشخاص موجود عندهم هن ببيوتهم في مكاتب تحتوي كتير كتب نادرة كتب غير موجودة أو غير مطبوعة صحيح. في أحيانا أشخاص موجود عندهم مخطوطات غير موجودة مع عند أشخاص هو بيعرف فعلا. التاريخ كلياته بيعرف هاي الارتباطات كلياته التاريخ مع الحاضر مع القصة مع المغامرة اللي صارت مع الحادث معين أو حادثة معينة المرتبطة بهذا المكان أبعاد وخفايا الموضوع بالضبط لأنه هو يعني عايش هذا المكان بجوز يعني هو نفسه منه كان أحد الأشخاص اللي إذا كنا عم نحكي عن أشخاص كبار بالعمر هن كانوا أحد الأشخاص اللي كانوا سبب بهذه الحادثة المعينة اللي صارت وارتبطت بهذا المكان. ممتاز. فهذا الحكي إن شاء الله يعني موجود بالمشروع ونتأمل أنه هيك يعني حقق نجاح. هلأ أنا صراحة كنت جاي أسألك أستاذ محمد هي خطتك المستقبلية هلأ إن شاء الله رفعنا الحظر وبلشت شوي المدن تأخذ هيك يعني نفس من أول وجديد شو هي خطتك غير زيارتك لهدول الأشخاص في شيء معين أماكن معينة حابب تزورها؟ تمام. هلا مراكز الابحاث الموجوده هي باسطنبول هي الهدف الاساسي كونه نحن موجودين بهي المدينه وهي فيها مراكز كتير حلوه. اكيد على الجانب التقني رح يكون في شغل باذن الله تعالى ان شاء الله على مستوى الاخراج اخراج هذا الحكي ممكن يكون في يعني دورات عم نتلقاها لصناعه هذا طريقه صناعه هي هذا النوع من البرامج هذا النوع من الافكار كيف فعلا نحن باقل وقت ممكن اللي هو عامل الوقت كثير مهم وبتنتبه له العالم انه انا بشوف فيديو مثلا ما يكون فيديو طويل ما يكون فيديو ممل فيديوهاتك فيها شيء لغه تركيه ولا لا هلا في عندي معي شخص بيكون شاب اللي هو بيدلني على الاماكن هي بنفس الوقت ممكن يقرا لانه احيانا في مكان بيكون مشروح اللغه التركيه مشروح بالكذا فبتكون حدا عرفان هي التفاصيل كلياتها ويقدر ينقل لنا الفكره اللي موجوده. طيب اذا بدهم يوصلوا لصفحه الرحاله محمد الحايك كيف ممكن في قناة على اليوتيوب اللي هي رحلة ابن الحايك موجودة تمام وإن شاء الله كمان رح تتعزز بقنوات على الانستغرام وعلى الفيسبوك كمان على صفحتي أنا بنشور رح يكون في صفحة إن شاء الله قريبا عليها ما شاء الله بإذن الله. يعني ما شاء الله تبارك الله أخي محمد حقيقة مشروع مميز فكر خارج نطاق الصندوق محتوى رائع وتثقيفي وتعليمي. أسأل الله سبحانه وتعالى يسدد خطاك ويكتب لك النجاح والتوفيق. شكرا آمين جزيلا جميعا يا رب. شكرا لكم شكرا للقناة كمان وشكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك شكرا لك. أعزائي المتابعين والمتابعات فاصل قصير ننتقل به إلى أقوال الصحف نعود بعده إليكم حياكم الله يبقوا بالقرب.